قال يا أيها الناس، نحن نازلنا ولا ما ناس؟ ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تعبدون من دون الله، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره. وقال تبارك وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هم صالحين ذاتهم، وكان بيقوا صالحين ما يعملوا لك حاجة. مش ديل برعي عنده كتاب لا تكلم عنه افتراء وكذبة، عنده كتاب، عنده مدايح في الإذاعة والتلفزيون. هنا من جابه جقال دار جيبيرك ما جابه فكاو الناس برقصوا باسي برقصوا بيها في التلت ناديهم قوموا صيح ليهم أبقى منهم وليهم وخلي الحمال عليهم. جاب تاني قال كم أدى ولد كم حل عقد يربط يحيل في كل محل كباشي. ما يا أخ نبي أسنى خير الكباشي للنبي، والله أنا استغفر الله ذاته غارين بيناتهم ذاته. أفضل الكباشي للنبي زكريا، جماعة القرآن ده نزل لنا براي ولا الحاصل شنو؟ واحد تلقى محمد هناك وين جاب الكباشي بحمدك مربي الكرش مالك في شنو؟ ما عنده أي حاجة. زكريا نبي ذكر رحمة ربك عبده منه صورة الكهف ولا جبتها من وين؟ يا الكهف إذ نادى الله قال ربي إني وهن العظم واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. جاب الآيات ربنا قال وكانت امرأتي عاقر، مرت عاقر مبتلت ما ودالك كتب لا ورقة لا عمل لا أي حاجة ولا ودال النبي تاني ولا ودال شيخ تاني. ربنا قال إن الله يبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. مش قال لك كده؟ قال ربي أنى يكون لي غلام ولم أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتيا. ربنا قال لك ذلك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ربنا قال لك كده كذلك هو علي هين. انت هذا كنت ما فيش خلقك الله سبحانه وتعالى. اصل الليله الولد بوقيتين والبيت بوقيه ذهب يمنا هناك انا ساكن درشاب يمنا زرقاب ان الولد درشاب هناك زرقاب ده اربع درشاب الدارين الدرج قال بده جنا بالله تبارك وتعالى. وحرين ثانيين الواحد لو عتر كب يا البرعي والله ما يعمل لك حاجه، والله لو جنبك ما يعمل لك حاجه يا اخي. لو لستك ما بيرجع رجوع تيوبلس ما بيعرف تيوبلس برعي والله بنشر ما بنشر لك، كان عنده بنشر ما بنشر لك، ما في ثاني ما عنده خبره عن اي حاجه. هذا عباره عن شاعر اضل السودان الا من رحم الله تبارك وتعالى. طيب الامه ثاني يجي ذاك علا ذا العلا مكاشف الغرب ده الرسول واحدين يبشروا مديح المصطفى ده وين مصطفى يا مستهبل؟ كان على منو انت؟ مصطفى سيد احمد مصطفى منو؟ ده ما مصطفى مديح المصطفى يقول لك والمكاشف ده الرسول علا للعلا مكاشف الغوم 80 نفر بيرقصوا ماشيين وجايين يصوتهم كله ولا بيعمل شنو؟ دخل باللام فتح شنو؟ بحق امين رجيلان لان غير علا نوف الفولة ده كلام شنو ده؟ فاهم حاجه تاسدي؟ مكاشف الغوم كله يصوت يطوفهم كله نظر بالعين قال مكاشف الغوم وحدين حيريكوا وحدين يبغوا ريبكوا هناك يبكوا يود المكاشفي انت مستهبل؟ ده ما الرسول ده المكاشفي. واحد ترك الكباش القيد في شبله لولح وزقله ثاني عمل شنو؟ من الطريق نبله بيلعوا تشوب اكله انت مسح؟ والله انت كان قاري انا ده في الاذاعه اصلي اطلب اصلي اطلبه هنا يهديها لفلان اصلي شغله لك بين ما اقدر اشغلك اصلي الان في الاذاعه. لذلك السودان عم بالشرك والضلال. جيت يوم ذاك مكاشفي شارع السمراب كاتبين الطريق الكازانيه شو ما اعرف والله بيقولوا كلام هو هو انزل اي حد يقوم ثاني انا قاعد اتمرن قالوا نادي بتاع تمرين ولا حاجه قلت له قال طريق كازانيه هو 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 شو تحت يقوم فوق ليش نمسي
هل فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وين؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وين الذي أصب الرسول؟ نسأل الله يجعلنا من أسوته، يجعلنا في أسوته. الله قادر على الكلام ده. نسأل ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا نخيل فائه عليه الصلاة والسلام. وين؟ أنت بشوفوك في التوحيد يقول لك أنت وهابي. يا أخي أنا مسلم، ما وهابي، مسلم أشهد أن لا أنصر سنة لا مسلم. اي واحد مبارين خسر خط المعرف ما بيت الناس بالمدايح وضلهم بالكتب التي فيها شك بالله سبحانه وتعالى، يعلموك تدعو غير الله تبارك وتعالى، ويعلموك تلجأ إلى غير الله تبارك وتعالى. يقول لك يجوز، يجوز دعاء غير الله، شرك بالله سبحانه وتعالى. لو دعيت رسول أو ملك أشركت بالله تبارك وتعالى. رب لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. دعيت كان هذا ملكا رسولا جنا شيطانا صالحا ربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. كم ودعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون يدخلون جهنم داخرين. وقال تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه دعوة الله تبارك وتعالى. توحيد، توحد الله، تكون زلم موحد. لأنك لما تموت ربنا قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الله بيثبتك في الموت. ملاك دير ما حقين الله تغير حق منه، ملك لله تبارك وتعالى. الله يقول لهم تعليمات بالراحة من الزلة. من هناك مؤمن كافر عارفينك، مشرك مجرم عارفينك، تطلع منك الروح ميسرة بإذن من الله تبارك وتعالى. ربنا يقول يا يده النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، مطمئنة بالتوحيد وبالإيمان وبالإسلام. انت مطمئنة بكيف بتناديك 101 مع الله سبحانه وتعالى، بيعلقوهم في الأسواق في الحفلات البصارة السياحية. تقال أبس لحدين على الراجي كواش في عامل كده واحد قلت له شو طافي يا حبه؟ قال لي الدنيا ما لي عينه. قلت انا ما تعمل عينه شو انا ما تعمل ذاته، انا ما لي ماله يا اخي. قال الدنيا ما لي عينه. قال وقاجي ما كده ماله، قال اصل عينك ده اول حاجه يا اخي، عينه جايه كده على الراجل في البص. والله كان ولا ما يسمكر ذاته. لذلك تلجا الى الله تبارك وتعالى في كل صغيره وفي كل كبيره، وتكون خلف النبي عليه الصلاه والسلام. الله قال الرسول قال حاجه بدليل. زول قال لك اعمل حاجه بدليل طوالي، ده في دليل؟ يقول لك راح معنا يا دليل. ما تباري الصوفية ولا تباري الأخوة المسلمين، أنصر سنة مع الكتاب الله تبارك وتعالى ومع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تكون من الناجين بإذن من الله تبارك وتعالى. ربنا قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على الصراط المستقيم، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد. تقدم الشيخ شهاب.